رح نحكي عن تصريح المؤسسات المستثنات من الضريبة من غير الشركات. شو يعني المؤسسات المستثنات من الضريبة؟ هي أكيد بالطبع المؤسسات يلي مجبورة تقدم تصريح لوزارة المالية، ولكن بتكون مستثنات من الضريبة، ما عندها إيرادات وما بتدفع ضرائب، غير ضريبة الرواتب والأجور في حال كان عندها موظفين. فيها تكون جمعية خيرية، نادي رياضي، مكتب تمثيل لشركة أجنبية أو جمعية مالكي عقار. هيدا التصريح له طريقتين، عنده مهلتين. أول شيء إذا كانت هالجمعية أو هالنادي الرياضي أو مكتب التمثيل بيتبع الأسس النقدية، يعني المحاسبة على الأسس النقدية كاش بيسز، بيتقدم تصريحه ضمن مهلة 31/1 من كل سنة. أما إذا كان بيتبع محاسبة الاستحقاق يعني accrued basis، هيدا التصريح بيتقدم ضمن مهلة 31/3 من كل سنة. التصريح هو نموذج جيم بيتعبى على الإيد أو عبر software معين، منه موجود بعد كتصريح إلكتروني، بيتعدى وبيتقدم على مكاتب ليفون بوست ضمن المهل القانونية يلي حكينا فيها. بهيدا التصريح تتقدم إجمالا الأعمال يلي بتقوم فيها الجمعية والنوادي الرياضية ومكاتب التمثيل. بيكون التصريح ما بيتضمن ضرائب، أكيد إذا في شي ضرائب بتكون هي ضرائب سددت خلال السنة يلي هي ضرائب مقتطعة عند المنبع. بالإجمال بتكون ضريبة رواتب وأجور للموظفين يلي موجودين بالجمعية أو بالنادي الرياضي أو بمكتب التمثيل.